تواجد عالي المستوى من كل مؤسسات الدولة، أكثر من 15 وزير ومحافظ، السيد مساعد رئيس الجمهورية والسادة مستشاري رئيس الجمهورية، مجلس النواب ممثل بقوة، سفراء، أكثر من 20 سفير، مستشارين ثقافيين، مدير معاهد أجنبية، تواجد إعلامي بتالي ما شفناهوش من فترة بهذا الكم، يمكن عدد ضخم جدا من وكالات الأنباء العالمية. إحنا النهاردة حرصنا في وزارة الآثار إن إحنا نجيب العالم كله، وفعلا نجحنا في اللي إحنا كنا قلناه. وزارة الآثار جابت هنا العالم كله من وسط النهار يوم 25 يناير عشان الجميع يرى إن مصر آمنة في عز النهار، مصر قوية، مصر مش بتحارب بالإرهاب بالأبطال من القوات المسلحة والشرطة فقط، ولكن بتحاربه بالحضارة والبناء والنور. وعشان كده احنا حابين نجيب العالم كله من جوه المتحف الكبير. كله بيقول فين المتحف الكبير، هو يتبني امتى، ازاي يخلص في اخر 18 جزء منه. فحبينا نجيبهم يشوفوا نفسهم المكان، المكان بيشتغل فيه، اكيد بتعدوا من جنبه وتشوفوا، ولو لفيتوا من جنبه في اجزاء الحمد لله يعني شبه منتهيه دلوقتي، نسبه الانجاز فيه اكتر من 70%. فان شاء الله باذن الله هي رسالة كمان لأهالي المنطقة إن إحنا بإذن الله قريب خلال أشهر بسيطة هنطور منطقة الهرم، الحلم اللي كلنا بنستناه إن شاء الله في خلال أشهر بسيطة بإذن الله. وبإذن الله هيكون في مشروع أكبر لربط المنطقتين ببعض، إحنا عايزين بقى دي تبقى أكبر ممشى سياحي ثقافي في العالم إن شاء الله. فالنهاردة هو يوم عظيم، هو احتفال كبير، الموضوع مش مجرد نقل تمثال مئات الأمطار، الموضوع هو هندسيا صعب شويه زي ما احنا قلنا، بيشتغلوا بقالهم شهور ولسه هيشتغلوا كمان اسابيع عليه عشان تغليف التمثال وتثبيت التمثال، وهندسيا كمان كان نقله برضو مش سهل، وانه اكتر وزنه اكتر من 80 طن، عملنا بروفات عليه بقى لنا فتره شغالين عشان يطلع الحدث بدون ولا غلطه زي ما حضراتكم شفتوا النهارده. الحمد لله تاني، وانا سعيد جدا بكم السفراء والوزراء والمسؤولين من الدولة والجهات الدولية والسفارات، عدد ضخم جدا تاني. فالحمد لله كان يوم ناجح جدا، ويا رب إن شاء الله في أقل من 12 شهر من النهاردة نكون بقى بنفتتح بجد المرحلة الأولى من المتحف. المرحلة الأولى كانت ناس قلقانة، دي حاجة صغيرة، المرحلة الأولى ثلاث حاجات إن شاء الله حضرتك، البهو العظيم، البهو 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 العظيم اللي هو فيه تمثال رمسيس بيتوسطه، ثم الدرج العظيم، والدرج العظيم ان شاء الله هيكون فيه 87 تمثال وعنصر معماري ضخم يدي ابهار وهيبه للسائح وهو داخل، ثم بعد كده هندخل على قاعتين توت عنخ امون 7000 متر مربع. اللي بنتكلم فيه ده ان شاء الله 23000 متر مربع، يعني ضعف متحف التحرير. فالناس بس قلقانه انه هيبقى حاجه صغيره،